بالنسبة للنشاط السابع، سنقوم بتحميل ملف مجموعة النشاطات التي قام بها الطلبة من أجل تقييمهم. للقيام بهذا النشاط نقوم بالضغط على رابورت أو باللغة العربية على التقارير، ثم سنضغط على أشوف الأكتيفيتي. هنا يمكننا اختيار مجموعة النشاطات التي نريد إظهارها في ملف إكسل، مثل تيست، ثم نقوم بالضغط على تيليشارجي اون فورما سيف. سنقوم بتحميل ملف إكسل وسيظهر لنا علامات جميع الاختبارات التي قام بها الطلبة. بنفس الطريقة نستطيع أيضا تحميل ملف الواجبات المنزلية. نفس الطريقة هنا في اللغة العربية، إكمال النشاط نختار مجموعة الأنشطة ثم نضغط على تحميل ملف إكسل.